معنا هاتفيا من عمان عضو هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. مرحبا بكم دكتور ثامر. إذا أصدرتم بيانا بشأن الإحاطة الدورية التي قدمتها مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، كيف وجدتم إحاطة هذه المبعوثة بشأن الوضع في العراق؟ حياكم الله أخي الكريم. وحياك الله. القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين يتابع الإحاطات الدورية للأمم المتحدة بشكل مستمر، وهي تصدر كل 3 أشهر تقريبا. وتصدر الهيئة بيانا في ذلك كل ما صدرت إحاطة خاصة في العراق. وهذه الإحاطة كما وضح البيان لم تخرج عن الإطار العام للإحاطتين السابقتين التي قدمتها المبعوثة الجديدة السيدة جينين هيني. طبعا في مجملها تختلف عن إحاطات كوفيد، لكن لاحظنا في القسم أن هذه الإحاطة الأخيرة قللت من نقد الحكومة الحالية قياسا على الإحاطتين السابقتين، وهذا ما استشرفته الهيئة وذكرته في بيانها السابق، أكدت على أن هناك ستكون نقد خفيف شيئا فشيئا. نعم، هي انتقدت الحكومة الحالية وبينت أن العراق إلى الآن لم يخرج من النفق المظلم، هذا تقريرها طبعا، ولا يمكن كما تقول لا يمكن رسم صورة وردية للأوضاع في العراق. أقرت بأن الواقع المرير في العراق قاتم جدا، ولا يوجد إمكانية لتجميل الواقع البائس في العراق. أيضا وضحت أن الأحزاب السياسية في العراق لا تسعى إلا خلف مصالحها الضيقة على حساب العراق وشعبه. وأيضا قررت بوجود فساد مستشري في مؤسسات الدولة، وحذرت من أن تجرم بشات الحشد الموالي لإيران أن تجر العراق إلى حرب الوكالة، واعتبرت هذه خطوة خطيرة جدا، لأن العراق إذا تحول إلى صراع بالوكالة عن إيران ستكون نهاية العراق حتمية. ولكن وأيضا هي اعترفت أيضا بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في سجون، واعترفت بأن هناك محاكمات غير عادلة، وأن هناك وجود محتجزين يعانون من شدة الانتهاكات. اعترفت بوجود 1,600,000 نازح ومشرد إلى الآن يمكن أن يعودوا إلى أماكنهم، لكنها ما اعترفت بكل هذه الأمور، بخطر بقاء الميليشيات في العراق أيضا خارج سيطرة الحكومة الحالية، إلا أنها أثنت على عزم الحكومة ضم هذه الجماعات المسلحة إلى قوتها وأجهزتها الأمنية. وهذا طبعا اعتراف لعجز الحكومة عن السيطرة على هذه الجماعات. أيضا هناك عفوا دكتور سمحت لي، أيضا هي لم تتطرق بصورة مباشرة ولم تصرح عن ملف المغيبين قسريا والجثث المجهولة الهوية، على الرغم من أن هذا الملف يعني هز العراق ولا يزال. السبب ممكن ألخصها لحضرتك عدة أمور. أولا للأسف الأمم المتحدة تريد أن تسير هذه العملية بأي شكل من الأشكال، مع أنها تعترف بكل هذا الفشل، وأن العراق يمر بنفق مظلم، وأن العراق لا يمكن أن نرسم له صورة وردية. مع كل وجود هذا الأمر هي لم تتطرق إلى ملف المغيبين حصريا لقصد واحد، لأن مسؤولية المغيبين قسريا، طبعا المغيبين قسريا هو عندما تعلم الحكومة عن وجود أناس خطفوا أو اعتقلوا أو غيبوا ولهم ومن غيبهم والجهة المسؤولة عنهم لها صلة مباشرة بالحكومة أو غير مباشرة. فإذا المغيبين قسريين، عندما نقول مغيبين قسريين إذا هم يخضعون إلى علم الحكومة أو يخضعون إلى علم الحكومة عن طريق هؤلاء الذين اختطفوهم. ميثاق الأمم المتحدة تعتبر أن من يقوم بالتغييب قسريا هو قد ارتكب جريمة حرب ضد الإنسانية، ولا بد أن يحاكم، لا بد أن تقوم الحكومة بمحاكمة هؤلاء الذين اقترفوا هذا الذنب الكبير الذي هو ينتهك حقوق الإنسان. فإذا لم تقم الحكومة بدورها والبحث عن المغيبين وإطلاق سراحهم ومحاكمة من يقوم بهذه الأعمال، ستنتقل هذه القضية إلى محاكمات دولية جنائية. فإذا اعترفت بوجود هذه
الأعداد من المغيبين قسريا، إذا هي واجب عليها مع اعتراف مع عد الحكومة عن قيام بواجبها، إذا واجب على الأمم المتحدة أن تقوم بهذا الدور وهي لا تريد أن تعترف بذلك. أيضا في إطار الحديث عن المغيبين قسرا، المرصد العراقي مثلا لحقوق الإنسان ذكر أن نحو 25,000 من هؤلاء المغيبين قسرا في العراق، بلغ هذا العدد، إلى ما ترجع تزايد أعداد المغيبين قسرا لا سيما في الآونة الأخيرة؟ طبعا هو له يعني جانبان من الكلام عن هذه القضية. أولا نحن في حكومة العراق، الشعب العراقي يخضع إلى حكومة طائفية. العراق عندما بنيت عمليته السياسية بنيت على أساس طائفي وعرقي، وهناك جهة طائفية وأحزاب سياسية تسيطر على العراق، فهي تسعى بكل قوة إلى أن توئد كل من لا يدين بهذه المعتقدات بحسب رأي الأحزاب وليس بحسب رأي الشعوب. الأمر الآخر يبين ويظهر هذا الأمر عد الحكومة إن كانت هي صادقة، يبين أيضا هناك جماعات مسلحة للميليشيات التي نقول عنها ميليشيات الحشد الشعبي، هي من تتحكم بالعراق، هي من تتحكم بمصير العراق، هي من تقتل، هي فوق القانون، لا يجرؤ أحد على أن يقدم شكوى ضد هذه الجماعات المسلحة أو على أفراد من هذه الجماعات المسلحة، مع أنها معروفون بالجرم المشهود. هناك كما بين تقريركم قبل قليل هناك أناس أتى عليهم العامري وقال هو أخذ أبنائهم، وإلى الآن منذ 4 سنوات أو 3 سنوات لم يرجع أحد من أبناء هذه العوائل والمناطق. إذن شكرا جزيلا لك يا عضو هيئة علماء المسلمين في العراق من عمان دكتور ثامر العلواني.